منذ ساعات الصباح الأولى ينتظر هؤلاء العمال بالأجر اليومي حظوظهم على أحد أرصفة مدينة تعز اليمنية للفوز بفرصة عمل. بعضهم يمر على انتظاره نحو أسبوع دون جدوى، كما هو حال محمود عبده الذي يستطيع بالكاد تدبير طعامه وشرابه الشخصي لمواصلة رحلة البحث الطويلة عن عمل. أنا عندي أسرة، عندي 5 أولاد أطفال صغار، ما أجد القوت الضروري، يعني ظروف صعبة جدا، تشتغل يوم في الأسبوع ما تجي مصروف، يعني ما تجي مصروف تقليه، تعب جدا، نحن من شارع لشارع من مكان لمكان نبحث عن العمل. على مدار 10 سنوات من الحرب فقد الملايين من اليمنيين أعمالهم. الكثير من العمال في هذا المصنع الخاص بالمنتجات الجلدية سرحوا من وظائفهم. كان المصنع يوفر فرص عمل كثيرة جدا بسبب الوضع المستقر، لكن مع بداية الحرب وتدهور الاقتصاد اضطر المصنع إلى تسريح جزء من العمالة. عشرات الآلاف من الموظفين أيضاً الذين انقطعت مرتباتهم انتقلوا إلى أرصفة المدن للبحث عن فرص عمل، لا يهمهم إن كانت شاقة من عدمها بقدر ما يهمهم توفير لقمة العيش. عمال اليمني وموظفو في عيدهم السنوي شريحة منسية تطحنها الحرب والأوبئة والمجاعة والنزوح والتشرد وانقطاع المرتبات لعدة سنوات. نبيل اليوسفي، الحرة، صنعاء.